Untung mata. 3, 1, 2, 3 tes. Pusing 3 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau beli siapkan dia punya peralatan. Kita makan kan? Allah. Bawa budak tu sini. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وانتمي الى الخير اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kepada tuan rumah Bukhari Bukhari bin Ahmad sesi keluarga, terima kasih ucapkan kerana telah sudi untuk menjemput kami kumpulan Marhaban Masjid Azubir Ibn Awam Ceras untuk mengadakan bacaan dawi Marhaban Bertahlil Arwah serta selawat. Semoga apa yang kami baca nanti akan memberi keberkatan di dalam majlis syukur dapur anak beliau. Semoga dengan kirinya alaihi wasallam. Allahumma salli amma ya rabbi bali wasi ya rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sunnatu alaihimuha fa'adul liman yusallim wa yusallim wa yubarik بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات بيض البركات على أنا له وأولاد فأسلي بحمد موارد وأسلم على الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال طائرة نبوية ويعود الصهابة والأجباء وموالا في السرور الواقعة الجلية وعفتا من الرواية محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السلية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة لنزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السليم امسك عنه الشارع وأبى ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتمى هو منتهى أكرم صلى الله عليه وسلم وسلم واسطته المنتقى ولله دار السلام نسب تهسب العلا أولاه قلدتها نجومها الجوزاء حتى ذائق سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء طهره الله تعالى الله تعالى من سفاه الجاهلية أوردنا الزين العراقي وارده في مورده الهني أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله ولما أراد
آمنة ضارية وظرفها قريب مجيب بأن تكون أما لمصطفى وعين عجس ما وأذن الزجر للجاني جنا ونتقى بهمله كل نابة لقريش بفصاه العنصر العربية وقرت الأثرة والأسنان على وجوه الأفواه فتباشرت وجوه المسارق والمقارب ونواقها البارية واهتزت العوالم من السرور كأسهميا وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتهزت الكهنة والراهبة فقيل لها إنك قد حملت بشهد العالمين وخير البرية وسمي ذا وضعني محمدا لأنه ستحمد عظما وعلى الزمان أن ينزل
Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم